أثبتت التجربة أنه جهاز المخابرات الإسرائيلي بخزي وعبارة عن كرتون وكذب وكلها دعاية. لما المقاومة الفلسطينية تحضر لهيك عملية هي بحاجة لأشهر تحضيرات، وهم مش عارفين راسهم من رجليهم، صحيوا لقوا هاي العملية بكثفتها. بينما أثبتت حماس مثلا والمقاومة الفلسطينية عموما أنها تملك جهاز مخابرات مرعب. محمد الضيف ما حد بيعرف مين هو، أهله ما بيعرفوا مين هو، مجرد اسم. أبو عبيدة ما حد بيعرف مين هو. عملية نوعية قاسية قاتلة. وين المخابرات؟ وين الموساد؟ وين الشباك؟ وكله كذب كذب. طيب على كل الأحوال الشعوب العربية، العالم، الفلسطينيين أيضا استيقظوا بالأمس على مشاهد لم نشاهدها يمكن من عبور خط برليف من 73. المقاومة الفلسطينية تضرب وبقوة وبقسوة أيضا. كيف علق الشعب العربي؟ ماذا سيكون في الساعات القادمة؟ ينضم إلينا نائب رئيس الوزراء الأسبق معالي الدكتور ممدوح العبادي. صباح الخير يا دكتور. أهلين، صباح الخير دكتور. كيف تابعت ما حصل بالأمس في غزة؟ نعم، كيف تابعت ما حصل بالأمس في غزة؟ ما هو تعليقك؟ والله يا أخ طارق، يعني قبل 24 ساعة من الآن، يعني صباحا الساعة 6 الصبح أنا صحيت كالعادة. والله كنت مكتئب ويعني بفكر، لكن المفاجأة صارت مفاجأة سارة، بجوز من أحسن مفاجآت في الحياة الذي حدث في 24 ساعة الماضية. يعني مين كان يحلم إنه بده يصير هيك؟ حقيقة أنا كنت قبل فترة من 6 أشهر جاي بنتقد حماس على هدوءها وعلى أنه هي تطالب بالتهدئة، وأنه أقول يعني ما هلش حماس تأخرت، سيف القدس وكل هذه. لكن الحقيقة يمكن العمل الجبار اللي صار هو زي ما حكيت قبل شوية، إنه يعني آلاف من الناس يتحضرون لهذه العملية على الأقل 6 أشهر أو سنة. لم يتسرب ولا سطر خبر واحد لأي استخبارات عالمية أمريكية يهودية، لم يتسرب. هذه القمة في الذي جرى السرية أو مصداقية القائمين على هذه العملية ليس هم ازدواجية عملاء. ولذلك الصفحة الأولى هي كانت للموساد، وأنا بقول ذكرتني البارحة بمواقف وطنية حقيقة بمعركة أكتوبر وتشرين 73، عندما استطاع الجيش السوري والجيش المصري أن يتحركا دون علم إسرائيل. وطبعا الفرحة كمان أيضا كما كانت في معركة الكرامة. أنا أقول بأن الذي جرى غير طبيعي، 1600 جريح منهم 318 خطيرة، 300 قتيل باعتراف إسرائيل في 24 ساعة، هذا ولا بالحلم، و750 في أعداد المفقودين أيضا دكتور. أنا أقول العظمة أين يا أخ طارق؟ غزة تعرف قديش عدد سكانها؟ مليونين وشوية، قد نص أمانة عمان. مساحة غزة 360 كيلومتر مربع، عارف قديش مساحة أمانة عمان؟ 1600 كيلومتر مربع، يعني 5 أضعاف غزة. الحصار على غزة من 4 جهات، وبالتالي هي هل تستطيع أن تقوم بهذا العمل بهذه السكان القليلين وبهذه المساحة وبهذه؟ وكل هذا مع بعض يعطي هذه العظمة التي حدثت البارحة. وأنا بعتقد أن المعركة انتهت الآن، قاعدين بقصفوا قيادات المقاومة. هو نايم بجامته يعني رجل المقاومة تقصفوا يعني اليوم وكذا؟ أنا بعتقد أن الأمور، وأنا أطالب مش أنه دولتنا بتتصل مع الغرب. بايدن اتصل مع بلينكن، اتصل مع بريطانيا، مع مصر المبارح. هم بدهم يترجوا الآن الأسرى الذي عند المقاومة. لذلك أنا بقول يجب على الدولة الأردنية أن تعقد مؤتمر قمة بين أولا الدول المحترمة من العالم العربي اللي بين مواقفها، مش كلهم بين مواقفهم محترمين، في قطر، في السعودية، وفي مصر. هذول يقودوا يعملوا مؤتمر قمة عربي، لأنه إحنا أهم ناس. العملية هي عنوانها طوفان الأقصى، ونحن بالأردن
الوصاية الهاشمية على الأقصى، يعني أكثر ناس لنا علاقة غير الجيرة والأخوة والشعب الواحد بين فلسطين والأردن. أنا أقول أن الذي جرى يعني سيسجله التاريخ لعظمة هذا الشعب الفلسطيني. ماذا تتوقع دكتور ممدوح خلال الساعات القادمة؟ البعض يتحدث عن اجتياح بري لغزة، هل يجرؤ العدو؟ لا يمكن، أنا ما بعتقد الرجال بدهم يجتاحوا بري، صاروا 10 سنين مش قادرين يجتاحوا بري. أنت مش عارف ليش ما قادرين يحتلوا؟ لأنه الكورنيت الموجود عند المقاومة يا ريت يجتاحوا بري، ما بغلطوا هذه الغلطة، بيظلهم يضربوا بهالطيارات من بعيد. يعني لو مطير، يعني لو عند مقاومة طيارات كان ضربت تل أبيب وهي قاعدة بغزة. لكن أنا ما بعتقد الآن، وخصوصا أنهم عندهم أسرى، الأسرى هم بيضة القبان التي ستعطي للشعب الفلسطيني حقوقه كاملا بالنسبة لإخراج الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون لهذا اليوم وهم بالآلاف. يعني أنت برأيك الأمور انتهت فقط هي قصفات انتقامية؟ هذه أي نعم، هلا فش يدخلك كله، فش يدخلك. طيب، وبالمناسبة دكتور، يعني المقاومة الفلسطينية حاس بحساب ردة فعل من هذا القبيل، يعني الجماعة اللي بعملوا عملية يعني والله إن شاء الله أنت السنوار نايم بدارك بجامتك للساعة 10 الصبح، شو الحكي لله؟ يعني هذه يعني خلص، ما أكلت يعني الطلق اللي طلع انتهى. أكلوها. نعم. طب دكتور، إلى أين وصلت قوة المقاومة؟ ما شاهدنا في الأمس كما ذكرت شيء مش طبيعي، شيء مش عادي. يعني وأنا بالمناسبة كنت أتساءل داخل نفسي في الهجوم الأخير على الجهاد الإسلامي، أين حماس؟ فحماس تتحضر إذن يا أخي. طبعا. إلى أين وصلت؟ العمل اللي مبارح يعني بدوا يسربوا، شو اللي صار هذا؟ على الأقل بدوا سنة سنتين شغل، مش يعني انت يعني، وخصوصا اسرائيل عندها يعني استخبارات وعندها طيران وعندها تجسس وعندها كل هذا تعمل بالسر. يعني الحقيقة انه هذا هو العمل الجبار الاكبر. كل الاحترام الدكتور ممدوح العبادي، شكرا جزيلا. شكرا دكتور، الله يسعد صباحك. شكرا لك. شكرا.